بعيد ان هو انه اهلاوي وقاعد مع الاستاذ علاء عزت اخويا وحبيبي وصاحبي وزميلي الاهلاوي ايضا، وقال بجرأة شديدة جدا ان النادي الاهلي لو لعب في اي دوري اوروبي هيبقى في المركز الاخير، هيبقى في المركز الاخير، وان النادي الاهلي انتوا بتضحكوا على الناس وبتدغدغوا المشاعر. هل انت متفق فيما قاله؟ لا هو وجهه نظر وانا هحطها حل. انا بسالك سؤال معلش. هل انا بسالك سؤال، هو ده هو اللي بيقوله ده صح؟ بسالك سؤال. هو الراجل الراجل اتكلم على فكره سيف، قال له نفس السؤال ده والراجل رد. ايه الراجل رد؟ قال له انا مقتنع بالكلام ده، وجهه نظر. لا هو حسب هيلعب في انهي دوري عمرو؟ والله بتكلم. ما هو هيلعب في انهي دوري في اوروبا؟ يعني الدوري السويسري مثلا هيلعب اوروبا نفسها؟ لا ده لا، في الدوري السعودي والدوري الاوروبي في دوريات اوروبيه ضعيفه. خلي عمرو الدرديري وعلاء عزت، هم يعني سيف زاهر جايبهم بيعملوا فقره فاني، فانا مش حابب. لا بسالك المتحدث الرسمي اسمه نادي الزمالك بيقول كده. ما هو انا بقول لك انا مش حابب ده يضايق النادي الاهلي. انا بص انا مش حابب ان هو عمرو الدرديري كمتحدث لنادي الزمالك يبقى في الوضع ده، في الوضعيه دي. والله طبعا انت معترض على ده؟ طبعا. انا بتكلم على وجهه نظرك الاعلاميه كاعلامي كبير. لا انا بكلمك هي الوضعيه ان انت تبقى فيه، انت جايب اثنين عشان تضحك الناس بيهم، ده يقول جم وده متحدث رسمي لا يليق. طيب انا بتكلم في النقطه، لا يليق بوجوده في الفقره دي بالطريقه دي. تحدث رسمي لنادي الزمالك تطلع في وقت معين تتكلم بشكل معين، بتمثل كيان كبير اسمه نادي الزمالك بطريقه معينه في الرد، وبتكون يعني قوي في ردودك. فكره بقى ان انت تضحك. الاستاذ علاء عزت قابل هو كاركتر بتاعه يمشي كده، هو مش ممثل لنادي الزمالك. طيب نتكلم بقى على الفنان هشام اسماعيل. اولا هو الراجل كان بيتكلم عن بنته، يعني هو هيجيب كيس الشيبسي مش لبنت عبد القيعي ولا بنت ابراهيم المنيسي، هو هيجيب كيس الشيبسي لبنته. فمن حقه ان هو كيس الشيبسي اللي يجي لبنته يبقى الحاجه اللي بتعجبها بنته والحاجه اللي بتعجبها هو بتحبها. انت مش هتفرض عليا تقول له انا الوجهه التسويق. يا عم سوق للي يخصك. يعني انت راجل عندك قلعه تسويقيه وراجل وكيانك وبتاع في الجزئيه اللي خطب، طلع لك واحد قال لك انا مش عايز الطعم ده، انا مش عايز اكلك، مش عايزك صحك يا سيدي. انت لا انا بتكلم، لا تمام. بتكلم بكلام لغه عربيه. فالنهارده انت ده حقه جديده بالنسبه لي. مش عربيه، لا لغه عربيه حقه، فاهم؟ انت جاي تقول له لا ده انا هسوق لك غصبا عنك انت وبنتك واللي تشدد لك. يا سيدي ده الراجل بيعبر، ده راجل بيشتري، فنفسه لما يخش يشتري حاجه تبقى حاجه بتعجبه، تفتح من الكيس بتاعها للطعم للكلام. تيجي تقول له لا ده احنا صحنا اكبر كيان تسويقي هنشربه لك من كعانك. ايه الطريقه دي؟ تمام. طيب فولي بكره شرقاوي، بكره عندنا الزمالك واسوان. أيوة. ويوم السبت في الاهلي والطرد. عايز اكلمك على الماتش المحلي الزمالك واسوان، كيف ترى هذا اللقاء؟ ماتش طبعا فتره التوقف اللي الزمالك كان فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نداء لأهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه.